بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي يونت 9. This is bred by contact. أول درس acute respiratory tract infection. acute respiratory tract infection أعلى حاجة بتسبب أمراض وفيات في الأطفال في مصر. يعني the most important cause of morbidity and mortality in children in Egypt. طيب تاني أعلى سبب هو gastroenteritis. يبقى the most important cause of morbidity and mortality in children in Egypt is acute respiratory tract infection. The second cause is gastroenteritis. Definition. ناخد الريسك فاكتورز. الريسك فاكتورز of acute respiratory tract infection اي حاجة تقلل immunity. اي حاجة تقلل immunity ممكن nutrition يبقى قليل، vitamin A قليل، ممكن حالات ال smoking، ممكن حالات الاكستريميتيز اوف ايج. يبقى اي حاجه تقلل الاميونيتي زي النيوتريشن قليل، فيتامين اي قليل، حالات السموكينج، اكستريميتيز اوف ايج زي الاولدر ايج والانفنت والتشيلدرن. الاوكيرانس الحدوث هنتكلم في اي درس في الابيديميولوجي، هنقول ان ايجيبت في مصر، بعدين هنقول التوزيع الجغرافي جيوغرافي، بعدين هنقول الفصل، هنقول سيزونال فاريشن، بعدين هنقول سوشيو ايكونوميك انفايرمنت، هنقول الحالة الاقتصادية الاجتماعية. يبقى أول حاجة في مصر احنا قلنا ان ده أعلى سبب، أعلى حاجة بتسبب أمراض وفيات في الأطفال في مصر هي الأكيوت ريسبيراتوري تراكت انفكشن، وتاني أعلى حاجة هي الجاستروانترايتس. يبقى ده في مصر. جيوغرافي هتقول في معظم الدروس وورلد وايد. سيزونال فاريشن ده مرض بيسيب أكيوت ريسبيراتوري تراكت، بيسيب الريسبيراتوري تراكت، يبقى أكتر في الوينتر، هتقول all year especially in winter. سوشيو ايكونوميك انفايرمنتال في الناس اللي حياتهم الاقتصاديه مش كويسه او العشوائيات، ممكن تقول له سوشيو ايكونوميك ليفل، او ممكن تقول اربان سلام ارياز اللي هي العشوائيات. نبتدي ناخد البريباسوجينيك بيريود. بريباسوجينيك بيريود هنتكلم على الايجنت من اول ما يخرج من السورس اوف انفكشن وهو خارج يبقى اسمه بورتال اوف اكزيت، وبتنقل ازاي مود اوف ترانزميشن وهو داخل للهوست بورتال اوف انتري، وبعدين نتكلم على الهوست. يبقى هنتكلم على السورس اوف انفكشن، وبعدين الانفكشوس ايجنت يخرج ازاي بورتال اوف اكزيت، بتنقل ازاي مود اوف ترانزميشن، بيدخل ازاي بورتال اوف انتري، بيدخل ازاي للهوست هوست فاكتورز. نبتدي ناخد الانفكشوس ايجنت. انفكشوس ايجنت ممكن تبقى فايرال، ممكن تبقى بكتيريال، هي حاجه بتسبب ريسبيراتوري تراكت. يبقى حاجه اسم الفايرال او البكتيريا حاجه انفلونزا، يعني مثلا الفيرال براء انفلونزا فيروس او انفلونزا فيروس، البكتيريا هيموفيلس انفلونزا. طيب اكتر حاجه بتسبب هي البراء انفلونزا، براء انفلونزا فيروس اكتر حاجه بتسبب اكيوت ريسبيراتوري تراكت انفكشن. يبقى الانفكشوس ايجنت ثاني ممكن يبقى فيرال، ممكن يبقى بكتيريال. فيرال زي انفلونزا وبراء انفلونزا، وبراء انفلونزا ثلاث انواع 1 2 3 هي اكتر حاجه بتسبب اكيوت ريسبيراتوري تراكت انفكشن. ممكن تبقى بكتيريال، ممكن تبقى بكتيريال هيموفيلس انفلونزا. طيب الانفكشوس ايجنت هيخرج منين؟ هيخرج من سورس اوف انفكشن. السورس اوف انفكشن ممكن يبقى الهيومن، ده مالتيبل، ممكن يبقى كتير هيومن، ممكن يبقى بيردس، ممكن يبقى بيج. نركز على الهيومن. بورتال اوف اكزيت هيخرج ازاي؟ هيخرج من هيومن يتنقل لهيومن تاني ازاي؟ يبقى البورتال اوف اكزيت هيخرج عن طريق الريسبيراتوري ديسشارج، لان ده ريسبيراتوري تراكت انفكشن. طيب هيتنقل ازاي؟ ده ريسبيراتوري تراكت انفكشن، يبقى عن طريق دروبليت، ممكن يبقى دايركت، ممكن يبقى اندايركت عن طريق دروبليت انفكشن. هيدخل ازاي؟ هو خرج من ريسبيراتوري تراكت، اتنقل دايركت او اندايركت عن طريق دروبليت انفكشن، هيدخل برضو عن طريق الريسبيراتوري تراكت. بالنسبه للهوست اللي هيدخل له، اللي هيدخل له الايجنت الانفكشوس ايجنت، مواصفات الهوست في اي درس في الابيديميولوجي هنقول 6 عناصر وهنتكلم عليهم، وست عناصر تقريبا ثابتين. هنقول الايج، هنقول السكس، هنقول الهابت، هنقول السوشيال ليفل، هنقول النيوتريشن، هنقول الاميونيتي. الايج 6 هابت سوشيال ليفل نيوتريشن اميونيتي. الايج اكيوت ريسبيراتوري تراكت انفكشن يبقى اكتر في الاطفال، والسكس مش هيفرق ولد او بنت. بص الهابت ممكن تقول بيرسون وذ باد هابت، ثبتها في اي درس في الابيديميولوجي. سوشيال ليفل احنا قلنا ان هو بيجي في العشوائيات او في الناس اللي حالتها الاقتصاديه مش كويس، لو سوشيال كلاسز او اربان سلام اريا. النيوتريشن مال نيوتريشن تشيلدرن او اندر نيوتريشن. الاميونيتي لو حد صاب بالاكيوت ريسبيراتوري تراكت انفكشن وجاله
اتصاب وخلاص فاق من المرض او اتعالج من المرض وبعدين جاله تاني هيتصاب تاني زي الانفلونزا كده، يبقى بريفيس اتاك نوت بروتكتيف. لو جات له مره واتعالج منها وجات له تاني هيتصاب بها تاني. طيب في حاجات في المنهج الاميونيتي بريفيس دوز نوت بروتكتيف زي الانفلونزا مثلا، لو واحد اتصاب بالانفلونزا وتعالج ممكن يجي له انفلونزا السنه اللي بعدها عادي، زي الانفلونزا زي الاكيوت ريسبيراتوري سات انفكشن زي التي بي. يبقى الثلاثه دول في المنهج بريفيس دوز نوت بروتكتيف، تي بي انفلونزا اكيوت ريسبيراتوري سات انفكشن. بالنسبه هنتكلم على يبقى ديت كانت البري باثوجينيك بيريود، نتكلم على الباثوجينيك بيريود. باثوجينيك بيريود هنتكلم على الانكيوبيشن بيريود. احنا قلنا ان الانفكشوس ايجنت كان ممكن يبقى فايرال ممكن يبقى بكتيريا، فيرال زي انفلونزا او برا انفلونزا فيروس، ممكن يبقى بكتيريا زي هيموفلس انفلونزا. يبقى الانكيوبيشن بيريود هتختلف على حسب الايجنت من نص يوم لخمس ايام. طيب بالنسبه للكلينيكال بيكشر، بالنسبه للكلينيكال بيكشر هو كان داخل البورتال اوف انتري، كان داخل للريسبيراتوري تراكت، يبقى ممكن يبقى لوكالايزنج سايت في المكان اللي دخل فيه بس. طيب هو هيخش ممكن يحصل انفيجن ويتنقل للدم، ممكن يعمل اكيوت انفكشن، يبقى هو كان داخل للريسبيراتوري تراكت يعمل لوكالايزنج ساينز مكانه بس او هيتنقل لمكان تاني مش للدم، انما لو دخل للدم حصل انفيجن يعمل حاجه اسمها اكيوت انفكشن. طيب لما سمعت كلمه اكيوت انفكشن دخل للدم تقول فيفر انوركسيا هيديك ماليز اف اي اتش ام، فاهم؟ فيفر انوركسيا هيديك ماليز. طيب بالنسبه للوكالايزنج ساين هو دخل الريسبيراتوري تراكت ووقف مكانه، طيب دخل الريسبيراتوري تراكت دخل عن طريق النوز يبقى راينيتس، نزل للفارينكس واللارينكس فارينجايتس لارينجايتس، التونسيل تونسيلايتس، نزل للبرونكاي برونكايتس، ممكن يعمل نيمونيا ممكن يعمل التهاب رئوي. يبقى بالنسبه للكلينيكال بيكشر ممكن يخش يقف مكانه لوكالايزنج ساين راينيتس فارينجايتس لارينجايتس تونسيلايتس برونكايتس، ممكن يعمل ايه؟ يعمل نيمونيا، ممكن يحصل انفيجن ويخش للدم يعمل فيفر انوركسيا هيديك ماليز. بالنسبه للفيت، الفيت اوف اكيوت ريسبيراتوري تراكت انفيكشن، الاكيوت ريسبيراتوري تراكت انفيكشن ده مايلد او سيلف ليميتد، مش بينتج عنه حالات نيمونيا كتير، يعني مثلا من كل 2-3% من الحالات بينتج عنها نيمونيا، و10 20% من حالات النيمونيا بينتج عنها موت لو ما تعالجش. يعني معظم حالات الاكيوت ريسبيراتوري تراكت انفيكشن اللي بتيجي في الاطفال مايلد مش خطيره او سيلف ليميتد، لان من 2-3% من الحالات بس هي اللي بينتج عنها نيمونيا، و10 20% من حالات النيمونيا اللي ما اتعالجتش دي هي اللي بينتج عنها ديس. هم جم يحسبوها لقوا الفيتاليتي ريت 1.2، ما تركزش عليها قوي. طيب في حاجه الكومبليكيشن، هو احنا قلنا في الكلينيكال بيكشر يا اما يقف مكانه لوكالايزنج ساين، يا اما في النوز فارينكس كده، يا اما يخش للدم حصل انفيجن يعمل اكيوت انفكشن. طيب هو واقف في الدم حاجه مرحله اكبر من كده، الكومبليكيشن ممكن يتنقل من الدم يروح لحته ثانيه ينتج عنها كومبليكيشن، ممكن يروح للاير يعمل اوتيتس ميديا، يروح للبرين انكفالايتس، يروح للهارت مايكاردايتس. يبقى بالترتيب كلينيكال بيكشر يا اما يقف مكانه لوكالايزنج ساين، يا اما يحصل انفيجن يروح للدم يعمل اكيوت انفكشن، يا اما يحصل كومبليكيشن انه يروح عضو ثاني اوتيتس ميديا انكفالايتس مايكاردايتس. بالنسبه للكارير، الكارير معظم الكارير اللي في المنهج هتقول نو كارير ستيت، بس في حاجات في المنهج فيها كارير زي البرتاسوس والبوليوميليتس والايدز، الحاجات دي هتقول كارير ميد ديفلوبت، برتاسوس اللي هي اوبنج كاف او بوليوميليتس والايدز. بالنسبه للبريفنشن، البريفنشن والكنترول، البريفنشن والكنترول هنقول اسطمبه ثابته وبعدين هنزود في كل درس على نفس الاسطمبه شويه حاجات. نبتدي بالليفل اوف بريفنشن اوف كوميونيكابل ديزيز، ممكن يجي سؤال لوحده مش على درس معين. هتقول برايمري بريفنشن سكندري بريفنشن تيرشري بريفنشن. برايمري بريفنشن ده بتطبقه على الناس الاصحاء عشان تساعدهم ان صحتهم تبقى احسن، تو بروموت الهيلث اند بريفنت الديزيز. يبقى برايمري بريفنشن ابلاي تو هيلثي بيرسون اساس، ناس اصحاء اساس. طيب السكندري بريفنشن بتطبقه على ناس باين عليهم ان هم اصحاء، بس انت مش عارف ان هم مش انت مش عارف هم اصحاء ولا لا، ممكن يكونوا هم شكلهم اصحاء بس عندهم مرض معين. طيب ابلايد فور ابارنتلي هيلث، باين عليهم ان هم اصحاء، فور ايرلي دايجنوز اند بروبر تريتمنت. طيب في حاجه اسمها تيرشري بريفنشن، تيرشري بريفنشن ده ابلايد فور ديزيزد بيرسون، لشخص اصلا مريض انت عارف انت شايف عليه ان هو مريض، ليه بقى؟ عشان تمنع الكومبليكيشن والديسابيلتي. يبقى في برايمري بريفنشن للناس الاصحاء، سكندري بريفنشن الناس اللي باين عليهم ان هم اصحاء، تيرشري بريفنشن للناس المرضى اصلا عشان تمنع الكومبليكيشن والديسابيلتي. طيب
نبتدي برايمري بريفنشن. برايمري بريفنشن في اي درس هتقول جنرال برايمري بريفنشن وسبيسيفيك برايمري بريفنشن. جنرال برايمري بريفنشن هتقول ثلاث كلمات، هتقول هيلث اديوكيشن، هتقول هيلث بروموشن، هتقول انفايرمنتال سانيتيشن. يبقى جنرال برايمري بريفنشن هتقول هيلث اديوكيشن، هيلث بروموشن، انفايرمنتال سانيتيشن. طيب في سبيسيفيك برايمري بريفنشن. سبيسيفيك برايمري بريفنشن زي الاميونايزيشن اسم الفاكسين مثلا، او كيمو بروفلاكسس اسم انتيبيوتيك معين، يبقى ده سبيسيفيك برايمري بريفنشن. طيب الاميونايزيشن لو هديله فاكسين يبقى اسمه اكتيف اميونايزيشن. طب لو هديله السيروم اللي فيه الانتيبودي يبقى اسمه باسيف اميونايزيشن. طيب بالنسبه للسكندري بريفنشن، السكندري بريفنشن احنا قلنا بنطبقه على ناس باين عليهم ان هم اصحاء عشان نعمل دايجنوز للمرض بدري زي السكريننج بروجرام، او في حاجه اسمها بي اتش سي سيستم اللي هو برايمري هيلث كير سيستم ممكن تيجي ام سي كيو. في حاجه اسمها تيرشري بريفنشن احنا قلنا بنطبقها للناس اللي هم مرضى باين عليهم ان هم مرضى عشان نمنع الكومبليكيشن والديسابيلتي. طيب نعمل ازاي تيرشري بريفنشن الواحد باين عليه ان هو مريض عشان نمنع الكومبليكيشن او نمنع الديسابيلتي؟ بحاجه اسمها ريهابيليتيشن، اعاده تاهيل. يعني مثلا لو واحد ايله او واحد رجله اتكسرت في مصنع معين ما عادش بيقدر يمشي، ممكن نغير ريهابيليتيشن، اعاده تاهيله من شغله، اوكيوبيشنال ريهابيليتيشن، اعاده تاهيله يشتغل حاجه تانية، يلاحظ مثلا العمال مش شرط ان هو يمشي على رجله يكمل شغله القديم. في ميديكال ريهابيليتيشن، فيزيكال ريهابيليتيشن، اوكيوبيشنال ريهابيليتيشن. اوكيوبيشنال ريهابيليتيشن قلنا ان هو ننقله من شغله يشتغل حاجه تانية، مثلا رجله اتكسرت يقعد يلاحظ العمال. فيزيكال ريهابيليتيشن نركب له طرف صناعي مثلا. ميديكال ريهابيليتيشن عن طريق ادويه معينه، طبعا ده ما يحصلش في مصر. كنترول اوف كوميونيكابل ديزيز، يبقى احنا خلصنا البريفنشن ندخل على الكنترول في اي مرض في الابيديميولوجي نفس الاسطمبه. هنقول كنترول الكيس، كنترول المريض نفسه، كنترول الكونتاكت، كونتاكت كنترول اصحابه او اهله المحيطين به، المحيطين بالمريض، والمجتمع كوميونيتي كنترول. يبقى كيس كنترول، كونتاكت كنترول، كوميونيتي كنترول. طيب المريض هعمل عليه كنترول ازاي؟ ايدنتيفيكيشن اشوفه، نوتيفيكيشن ابلغ وزاره الصحه او ابلغ اقرب وحده صحيه، ايزوليشن اعزله بعد ما ابلغ هم ياخدوه يعزلوه يعني، تريتمنت ياخدوه يعزلوه يعالجوه تريتمنت، disinfection disinfection يا اما concurrent يا اما terminal. concurrent disinfection يعني الممرضة تاخد بالها منه، تنظف المكان اول باول، تطهر المكان اول باول. terminal disinfection يعني بعد ما يخرج المريض لو كان مريض بمرض مش كويس مثلا ناخد هدومه وملايات ونحرقها كده. يبقى disinfection في منه نوعين، concurrent وهو موجود، terminal بعد ما يمشي. release المريض يمشي، المريض يمشي من المستشفى بعد ما يتعالج. فولو اب بعد ما يمشي من المستشفى يبتدي نتابعه. طيب ده بالنسبه للكيس كنترول، كنترول الحاله او المريض. طيب عايز اعمل كونتاكت كنترول، الناس المحيطين اللي بالمريض اخد اسمائهم انليستمنت، اعمل عليهم سوبرفيجن، ممكن اطعمهم ضد مرض معين مثلا لو خايف من حاجه. يبقى انليستمنت اخد اسمائهم، سوبرفيجن او فاكسينيشن. طيب بالنسبه للكوميونتي كنترول، ازاي كنترول المجتمع المحيط بالمريض؟ هتقول نفس الكلام اللي قلته في البرايمري بريفنشن. احنا كنا قلنا البرايمري بريفنشن بنطبقه على الناس الاصحاء تو بروموت الهيلث، هتقول نفس الكلام بالظبط لانك المجتمع بالنسبه لك كله اصحاء. يبقى ده الاسطمبه اللي هنقولها في البريفنشن والكنترول بتاع اي مرض يجي في المنهج. هتزود في اي مرض، هتزود مثلا في الاكيوت ريسبيراتوري تراكت انفيكشن. احنا قلنا في بدايه الاكيوت ريسبيراتوري تراكت انفيكشن في حاجه اسمها ريسك فاكتور. ريسك فاكتور ان الاميونيتي بتقل، اي حاجه تقلل الاميونيتي، اي حاجه تقلل الاميونيتي زي النيوتريشن قليل، فيتامين اي قليل، زي السموكينج في حالات الاكستريمتيز اوف ايج، يبقى هتزود عليها انك انت تعكس الريسك فاكتور اللي احنا قلناه. يعني مثلا النيوتريشن قليل يبقى بريست فيدنج اوف انفنت او فيدنج تشيلدرن وامبروف النيوتريشنال ستيت. طيب فيتامين اي قليل، زود الفيتامين اي. حالات السموكينج افويد اريتيشن اوف ريسبيراتوري تراكت باي سموكينج او بولت، يبقى هتعكس ريسك فاكتور ده اللي هتزوده بس في الاكيوت ريسبيراتوري تراكت انفكشن. نكمل ناخد الهيباتيتس فيروسز. الفيروسز بتصيب الكبد. ناخد نعمل جدول يا جماعه، نعمل جدول هيباتيتس اي فيروس، هيباتيتس بي فيروس، هيباتيتس سي فيروس، ثلاث خانات جنب بعض بالطول. هيباتيتس اي فيروس نكتب اول عنصر الايجنت، الايجنت هيباتيتس اي فيروس هيباتيتس سي فيروس هم ار ان اي، هيباتيتس بي هو الوحيد اللي دي ان اي فيروس، دي مهمه.
يبقى الايجنت هيباتيتس اي ار ان اي، هيباتيتس بي دي ان اي، هيباتيتس سي ار ان اي فيروس. بالنسبه للسورس، السورس نبتدي هيباتيتس اي، هيباتيتس اي هيومن، السورس هيومن از ا كيس اونلي، ما ينفعش الهيباتيتس اي يبقى كارير لانه مش موجود في البادي فلويد. طيب بالنسبه للهيباتيتس بي وسي هتقول السورس هيومن از ا كيس اند كارير، والسي هيومن از ا كيس اند كارير، لان الهيباتيتس بي اند هيباتيتس سي ينفع يبقى موجود في البادي فلويد. طيب بالنسبه للمود اوف ترانزميشن اوف هيباتيتس اي، هيباتيتس اي هيتنقل فيكو اورال، يبقى بورتال اوف اكزيت عن طريق الاستولا وعن طريق الفيسس، بورتال اوف انتري يبقى اورال لانه بتنقل فيكو اورال. بالنسبه للهيباتيتس بي، احنا قلنا الهيباتيتس بي بيبقى موجود في البادي فلويد، موجود في البادي فلويد يبقى ينفع يتنقل بلاد بورن او بارنترال، نفس المعنى. ممكن يتنقل سيكشوال، ممكن يتنقل من المذر للبيبي اثناء البيرس. طيب هو موجود في البادي فلويد، ممكن اي خدوش في الجلد تنقله، تنقل هيباتيتس بي زي الوندز او النيدل بريك او سكين بيرسينج. هيباتيتس سي نفس الكلام، نفس الكلام بتاع هيباتيتس بي. يبقى تاني هيباتيتس بي وسي وتقريبا الايدز بتنقلوا بنفس الكلام، هتقول نفس الكلام في هيباتيتس بي وسي والايدز، هتقول ان هو ده بلاد بورن موجود في البادي فلويد يبقى بتنقل بلاد بورن او بارنترال، بتنقل سيكشوال، بتنقل من المذر للبيبي اثناء الولاده، ممكن اي خدوش في الجلد زي الوندز زي النيدل بريك زي سكين بيرسينج. ناخد الانكيوبيشن بيريود، الانكيوبيشن بيريود اوف هيباتيتس اي من 2 ل 6 اسابيع، هيباتيتس بي من 2 ل 6 شهور، يبقى هيباتيتس اي من 2 ل 6 اسابيع، هيباتيتس بي من 2 ل 6 شهور، هيباتيتس سي من 1 ل 2 شهر. ناخد الهوست فاكتورز، الهوست فاكتورز كنا بنقول الايدج اسطمبه معينه بنقولها في اي هوست فاكتور في المنهج، الايدج، السكس، السوشيو ايكونوميك ليفل، النيوتريشن، الاميونيتي. ممكن تقولها بمجرد ان انت عارف الكلام على الفيروس، يعني الهيباتيتس اي بتنقل اكتر فيكو، مود اوف ترانزميشن اوف هيباتيتس اي فيكو اورال، هيباتيتس بي ده سيكشوال او بارنترال، هيباتيتس سي سيكشوال او بارنترال، يبقى هيباتيتس اي فيكو اورال يبقى اكتر في الاطفال. وبص سكسس هتقول بقيه الاسطمبه بقى، هتقول مثلا ايه لو سوشيو ايكونوميك ليفل، هتقول الهابت باد هابت، الاميونيتي كده، يعني هتقول نفس الاسطمبه اي جي 6 هابت نيوتريشن اميونيتي. بالنسبه لهيباتيتس بي، احنا قلنا هيباتيتس بي ممكن يتنقل بارنترال او سيكشوال، وبرده هيباتيتس سي نفس الكلام، يبقى موجود اكتر في الادلت مش موجود اكتر في التشيلدرن، يبقى بتنقل سيكشوال يبقى موجود اكتر في الميل وقل في الباقي. ده الهوست فاكتورز. طيب احنا قلنا ان الهيباتيتس ايه، ناخد الدايجنوزس، دايجنوزس اوف هيباتيتس ايه، وبعدين ناخد دايجنوزس اوف هيباتيتس بي، وبعدين ناخد دايجنوزس اوف هيباتيتس سي. دايجنوزس اوف هيباتيتس ايه، هيباتيتس ايه ده بتنقل فيكو اورال، يعني موجود في الاستول، موجود في الاستول، يعني ممكن ادور على الانتيجين في الاستول. طيب حاجه ثانيه، ممكن ادور على الانتي بودي بتاع الانتيجين في السيروم. طيب سؤال شفوي، الانتي بودي بتاع الانتيجين اللي موجود في السيروم ده عباره عن اميوجلوبين، اسمه اميوجلوبين ايه، اسمه اميوجلوبين ام، يبقى انتي بودي بتاع الهيباتيتس اي اللي موجود في السيروم اللي انا هدور عليه هلاقي الليفل بتاعه عالي، اميوجلوبين ام. طيب بالنسبه للهيباتيتس بي وهيباتيتس سي، احنا قلنا الهيباتيتس بي وهيباتيتس سي موجودين في البودي فلويد، يبقى عامل دايجنوزس بحاجه اسمها الايزا، انزيم لينكد اميونو فلوريسنت اسي، حاجه اسمها الايزا بتدور على الفيروس في البودي فلويد او في الدم. الكلينيكال بيكشر، هناخد هيباتيتس اي سي بي وبعدين سي، هنقول نفس الكلام، هنقول في حاجه اسمها اي سيمتوماتيك وبعدين حاجه اسمها سيمتوماتيك. احنا قلنا ان الهيباتيتس اي في بدايه الكلام بتنقل فيكو اورال يبقى موجود اكتر في الاطفال. طيب يبقى مرحله الاي سيمتوماتيك ده في الاطفال اللي اقل من 6 سنين، طيب مرحله السيمتوماتيك ده في الاطفال اللي اكتر من 6 سنين، هتقول ايه بقى، ايه هي السيمتوم او هي هي السيمتومز اللي انت بتقولها في مرحله السيمتوماتيك؟ هتقول فاهم اف اي اتش ام فيفر انوركسيا هيريك ماليس، هتزود عليها جي اي تي مانيفيستاشن يورينري مانيفيستاشن،
هتقول جي اي تي مانيفيستاشن زي ابدومينال بين وليك اوف ابيتايت، يورينري مانيفيستاشن زي دارك يورين وجوندس. بس كده يبقى انت هتقول في الهيباتيتس اي اسيمتوماتيك في الاطفال اقل من 6 سنين، سيمتوماتيك في الاطفال اكتر من 6 سنين. ايه هي السيمتومز اللي في السيمتوماتيك ستيج دي؟ اف اي اتش ام، فيفر انوريكس زي هيديك ماليز، جي اي تي مانيفيستاشن، يورينري مانيفيستاشن. جي اي تي مانيفيستاشن زي ابدومينال بين وليك اوف ابيتايت، يورينري مانيفيستاشن زي دارك يورين وجوندس. بالنسبه للهيباتيتس بي، هيباتيتس بي هتقول نفس الكلام اسيمتوماتيك وسيمتوماتيك بس، وهتقول برضو في هيباتيتس سي اسيمتوماتيك وسيمتوماتيك بس في فرق بين هيباتيتس بي وهيباتيتس سي. هيباتيتس بي الاسيمتوماتيك 30% من الحالات والسيمتوماتيك 70%، عكس في الهيباتيتس سي. هيباتيتس سي الميجور اسيمتوماتيك، يبقى الاسيمتوماتيك في هيباتيتس سي 70% والسيمتوماتيك 30%. نكمل البريفنشن. البريفنشن هنقول نفس الاسطمبة اللي احنا قلناها بس هنزود هنا شوية حاجات، يعني مثلا قلنا ان الهيباتيتس ايه ده بتنقل في كورال، يبقى هنزود كلمة فود بورن. فود بورن يعني مثلا هنقول وش الهندس كلينينج، هنقول مثلا فود سانيتيشن. ايه بالنسبة للهيباتيتس بي ان سي قلنا ان دول بلاد بورن او بتنقلوا بارنترال. بلاد بورن او بتنقلوا بارنترال يبقى ستوب باد هابتس، stop sexual unknown sexual sources addiction of drug، اي bad habits ده اللي هنزوده. هنزود في specific primary prevention، هنزود بس اسم الفاكسين. في مثلا hepatitis A vaccine، hepatitis B vaccine، hepatitis C، ما فيش حاجه اسمها hepatitis C vaccine، مش موجود. يبقى في hepatitis A و hepatitis B بس. hepatitis A vaccine و hepatitis B الاثنين الروت اوف انديكيشن انترا ماسكولار الاثنين. النيتشر اوف هيباتيتس اي ده ان اكتيفيتد فاكسين. النيتشر اوف هيباتيتس بي احنا قلنا ان الهيباتيتس بي هو الوحيد الدي ان اي، يبقى هيتعمل بدي ان اي معادل اتحاد ريكومباينانت دي ان اي تكنولوجي. يبقى النيتشر اوف هيباتيتس اي ان اكتيفيتد، النيتشر اوف هيباتيتس بي ريكومباينانت دي ان اي تكنولوجي، والاثنين بيتاخدوا انترا ماسكولار. بالنسبه للدوز، هيباتيتس اي فاكسين بيتاخد مرتين with one year apart او one year interval، يعني اخد جرعة استنى سنة ابتدي اخد الجرعة التانية. two dose with one year apart. بالنسبة للهيباتيتس بي فيروس فاكسين، ثلاثة دوز with two year apart، يعني اخد جرعة ثلاثة دوز with two months apart، يعني اخد جرعة استنى شهرين اخد الجرعة التانية، استنى شهرين اخد الجرعة التالتة. يبقى 3 دوز و 2 مانس ابارت هيباتيتس بي فيروس فاكسين. كونترا انديكيشن في اي فاكسين في المنهج، هتقول كونترا انديكيشن اف ذير از هايبر سنسيتيفيتي تو بريفيس دوز، لو اديته دوز وحصل فيه حساسيه زياده ليه ما خلاص ما تديلوش تاني. طيب بالنسبه للافيكاسي، افيكاسي الكفاءه بتاع الفاكسين في معظم الفيروس بتعدي 90%. معظم الفاكسينات الموجوده في المنهج هتقول في الهيباتيتس ايه فيروس فاكسين اكتر من 99%، حاجه عاليه جدا. بالنسبه للهيباتيتس بي فيروس فاكسين، دي حاجه معموله بدي ان ايه معادل اتحاد، هي ريكومبايننت دي ان ايه تكنولوجي، دي حاجه كويسه جدا. عشان كده هو امن تطعيم واكفأ تطعيم اتعمل لحد الان هيباتيتس بي فيروس فاكسين. طيب الكومبليكيشن اوف هيباتيتس فيروسز، احنا قلنا دي اسمها هيباتيتس فيروس او فيروس الكبد، هيباتيتس اي وبي ان سي. ليه سموها فيروس الكبد؟ لانها تعمل ليفر فيلير وليفر سيروزس وليفر كانسر، بس اقل حاجه او ريرلي انها تعمل ليفر فيلير الهيباتيتس اي، قليل جدا انه يعمل ليفر فيلير. طب ايه اللي اكتر ان يعمل ليفر فيلير؟ بي ان سي، يعمل ليفر فيلير اكتر، يعمل ليفر سيروزس، يعمل ليفر كانسر. نبتدي ناخد ستريبتوكوكال ديسيز. ستريبتوكوكال ديسيز اكتر، هنقول في الديفينيشن اهم حاجه، اكتر من 90% من الهيومن انفكشن بالسراب بحاجه اسمها جروب اي سترين اوف ستريبتوكوكال يعني البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكال بالذات بتتقسم لاكتر من 20 سيرولوجيك جروب. هنركز على جروب اي سترين. جروب اي سترين بيسبب اكتر من 90% اوف هيومن انفكشن، ده خلاص ده اللي هتقوله في التعريف. بالنسبه للستريبتوكوكال فارنجايتس، فارنجايتس حاجه في ريسبيراتوري تراكت، هناخد معظم الحاجات تبقى في ريسبيراتوري تراكت اكتر، بتبقى معظمها بتبقى في الاطفال اكتر.
يعني ستريبتوكوكال فارنجيتس اكتر في الاطفال. الستريبتوكوكال فارنجيتس ده اكيوت انفكشن، اكيوت انفلاميشن، زي ما خدت في الباثولوجي السنه اللي فاتت. اكيوت انفلاميشن، انفلاميشن يعني تونسولايتس، يعني اكسوداتيف فارنجيتس، يعني في انلارجد سيرفايكال لينف نود. يبقى قلنا ان الستريبتوكوكال فارنجيتس اكتر في الاطفال. خدت في الباثولوجي السنه اللي فاتت ان الستريبتوكوكال فارنجيتس ده عباره عن اكيوت انفلاميشن، وكان من في منه نوعين سابراتيف ونون سابراتيف. اكيوت انفلاميشن، انفلاميشن يعني تونسولايتس، يعني اكسوداتيف فارنجيتس، يعني انلارجد سيرفايكال لينف نود. طيب انت قلت الستريبتوكوكال فارنجيتس ده اكيوت انفلاميشن، يبقى سادن اونست اوف سيمتومز ما دام اكيوت انفلاميشن. طيب سادن اونست اوف سيمتومز، سيمتومز زي ايه؟ زي فيفر، زي سور ثروت. طيب اسم الفيفر من السنه اللي فاتت برضو كان اسمها سكارلت فيفر. يبقى من الاول تاني، اهم جروب، اهم سترين اسمه جروب اي سترين، ده بيسبب اكتر من 90% اوف هيومن انفكشن. ستريبتوكوكال فارنجيتس اكتر في الاطفال، اكتر في الاطفال. خدت السنه اللي فاتت ان ستريبتوكوكال فارنجيتس ده عباره عن اكيوت انفلاميشن، انفلاميشن يعني تونسيلايتس اوكسيداتيف فارنجيتس، يعني انلارجد سيرفايكال لينف نود. طيب اكيوت يعني ايه؟ يعني سادن اونست اوف سيمتومز، سيمتومز زي ايه؟ زي فيفر، زي سور ثروت. اسم الفيفر ايه؟ سكارلت فيفر. طيب دي السيمتومز، السيمتومز بعد السيمتومز ب 48 ساعة بيبتدي الستريبتوكوكال بايوجين، ده اسم الايجنت، الانفكشوس ايجنت، يطلع بايروجينيك اكسو توكسين. الستريبتوكوكال بايوجين يطلع بايروجينيك اكسو توكسين، تعمل راش، تعمل راش في مناطق معينة، تعمل راش في النك، تعمل راش في الاور بارت اوف ذا شيست. طيب الراش ده مواصفاته ايه؟ لازم تعرف اي راش مواصفاته ايه في المنهج. الراش ده مواصفاته اول حاجه بيبقى ديفيوز في كل مكان، بيبقى بعدها بيقل شويه بوبيلر، بعدها بيقل قوي، بيبقى ارسيميتاس في اماكن معينه، بيبقى لونه برايت ريد. طيب الراش ده بالضغط عليه بيختفي او بيبيض، حاجه اسمها بلانش اون بريشر، لو ضغطت عليه المكان الراش الاحمر ده بيبيض. طيب من الاول تاني، من الاول تاني، الستريبتوكوكس فارنجيتس ده اكتر في الاطفال، ده عباره عن اكيوت انفلاميشن، انفلاميشن يعني تونسيلايتس اوكسيداتيف فارنجيتس انلارجد سيرفيكال لينف نود. اكيوت يبقى سادن اونست اوف سيمتومز، السيمتومز هي ايه؟ فيفر وسور ثروت. الفيفر اسمها سكارلت فيفر. بعد 48 ساعة من السيمتومز اللي انا قلتها دي هيبتدي الستريبتوكوكال بايوجين يفرز بايروجينيك اكسوتوكسين. بايروجينيك اكسوتوكسين تعمل راش، راش فين؟ تعمل راش في النك، وتعمل راش في الاور بارت اوف ذا شيست. الراش مواصفاته ايه؟ بيبقى في الاول ديفيوز، بيبتدي يقل، وبعدين بيبقى بوبيلر، وبعدين يبقى ارسيمتس. بيبقى لونه ايه؟ بيبقى لونه برايت ريد، لو ضغطت عليه يبيض او يختفي، لون الراش يختفي. بيبقى في حاجه حوالين الماوس، حاجه اسمها بابلر سيركم اولر، سيركم اورال بابلر، حوالين الماوس ابيض. يعني مثلا في راش احمر بس حوالين الماوس ابيض. طيب نبتدي ناخد إيه؟ يبقى دي كلينيكال بيكشر بالسيمتومز بكل حاجه. إيه نبتدي ناخد البريباثوجينيك بيريود او ديت الباثوجينيك بيريود. نبتدي ناخد البريباثوجينيك بيريود، احنا قلنا ان الانفكشوس ايجنت اسمه ستريبتوكوكس بايوجي، السورس اوف انفكشن المان هيومن از ا كيز اند كارير. بورتال اوف اكزيت، بورتال اوف اكزيت هتقول ده ستريبتوكوكال فارينجايتس، اسمه ستريبتوكوكال فارينجايتس، يبقى نيزو فارينجال ديستشارج. مود اوف ترانزميشن، اوف ترانزميشن ده حاجه بتتنقل بالريسبيراتوري ديستشارج، يبقى دايركت او اندايركت عن طريق الدروبليت انفكشن، وممكن عن طريق انجيشن اوف ميلك. بورتال اوف انتري هو ستريبتوكوكال فارينجايتس، يبقى يخش من نيزو فارينكس. الهوست فاكتور هتقول نفس الكلام، بص اي رصه وهتنفع، اج 6 هابت نيوتريشن ستيت اميونيتي، هتقول نفس الكلام. يعني هتقول في النيوتريشن، ما النيوتريشن هتقول في الايدج ونو سبيسيفيك ايدج، بس احنا قلنا ان هو اكتر في الاطفال. قلنا كلينيكال بيكشر الانكيوبيشن بيريد من 1 ل 3 ايام. طيب بالنسبه للدياجنوزس، الدياجنوزس انت ممكن تشوف واحد، تشوف عليه كلينيكال بيكشر، يعني تشوفه من شكل الراش، من شكل الراش تعرف ان دي ستريبتوكوكال فارنجايتس، او ممكن تعمل كلتشر على بلاد اجار، كلتشر للستريبتوكوكال بايجين. بالنسبه للكومبليكيشن، انت خدت في الباثولوجي السنه اللي فاتت ان الكومبليكيشن ممكن تبقى سابراتيف وممكن تبقى نون سابراتيف. سابراتيف زي اوتيتس ميديا، حاجه مصاحبه ببص،
او ساينوسايتس نون سبراتيف، حاجه مش مصاحبه الباص زي الروماتيك فيفر زي الجلوميرولو نفرايتس. بالنسبه للبريفنشن والكنترول، هتقول في البريفنشن والكنترول الاسطمبة اللي انا قلتها في الاول، بس هزود هنا شويه حاجات. انت قلت ان في المود اوف ترانزميشن اوف ستريبتوكوكال فارنجيتس ان هو ممكن يتنقل عن طريق انجكشن اوف ميلك، وممكن يتنقل عن طريق دايركت او اندايركت دروبليت انفكشن، يبقى هزود باستورايزيشن اوف ميلك. ممكن تزود مثلا بيرسونال هايجين، كلينينج هاند، بس تقول الاسطمبة، الاسطمبة فيها كل حاجه، هتقول الكنترول نفس الاسطمبة برضه. ناخد المينينجوكوكال مينينجايتس. مينينجوكوكال مينينجايتس التعريف ده عباره عن انفلاميشن في البرين اوف انفلاميشن في الممبرين اوف برين اند سبينال كورد. يبقى المينينجايتس عباره عن انفلاميشن في الممبرين بتاع البرين والسبينال كورد. طيب الايجنت او الانفكشوس ايجنت ممكن يبقى بكتيريا، ممكن يبقى فيروس، ممكن يبقى بكتيريا زي نيسيريا مينينجيتيز، ممكن يبقى فيروس زي الانتيرو فيروس. نحفظ اسم اتنين بس، بكتيريا نيسيريا مينينجيتيز، فيروس زي انتيرو فيروس. الاوكيرنس احنا قلنا هنقول في اي درس ان ايجيبت، جيوغرافي، سيزونال فاريشن، سوشيو اكونوميك. بس هنقول في ده حاجه، في حاجه غريبه كده، ان هو بيبقى اكتر في التمبريت زون زي في مصر، يعني في المناطق اللي فيها اماكن حر كتير، بس بيجي اكتر في اواخر الشتاء واوائل الربيع. يبقى اكتر في الاماكن الحر، بيجي في الفصل في اواخر الشتاء واوائل الربيع، حاجه مش مهمه. بالنسبه للبريباسوجينيك ايجنت، احنا قلنا ان انفكشوس ايجنت ممكن يبقى نيسيريا، ممكن يبقى فيروس زي انتيرو فيروس. بالنسبه للنيسيريا ده عباره عن سيرو تايبس، في سيرو تايب A B C Y W 135، يبقى خمسه سيرو تايبس A B C Y W 135. طب هو قسم التايبس او السيروتايبس على حسب ايه؟ على حسب البوليساكاريد كبسول اوف نيسيريا مينينجيتيدس، يعني البكتيريا الكبسول بتاعها قسمت او صنفت البكتيريا الى خمس انواع A B C Y W 135. اكتر حاجه مشهوره في مصر ممكن تسالها شفوي هي تايب ايه، سيروتايب ايه. طيب السورس اوف انفكشن هتقول هيومن في كل حاجه، از كيز اند كارير. البورتال اوف اكزيت ده نيسيريا مينينجيتيدس، انت عارف انها بتبقى في النيزوفارينكس. نيزوفارينكس يبقى بتنقل بالريسبيراتوري ترانزميشن، يبقى تنقل دايركت او اندايركت عن طريق دروبليت انفكشن. طيب هي طالعه من النيزوفارينكس، يبقى البورتال اوف انتري عن طريق النيزوفارينكس. بالنسبه للهوست فاكتور، هتقول هوست فاكتور الاسطمبه وهترص اي كلام هيطلع صح. هتقول اي جي 6 سوشيال ليفل هابت نيوتريشن اميونيتي، اي جي 6 سوشيال ليفل هابت نيوتريشن اميونيتي، هتطلع صح. يعني مثلا تقول نيوتريشن مال نيوتريشن، السوشيال لو سوشيال كلاسز. بالنسبه للباثوجينيك بيريود، ده الكلام ده كان بري باثوجينيك بيريود. بالنسبه للباثوجينيك بيريود، الباثوجينيك بيريود الانكيوبيشن بيريود من 2 ل 10 ايام، ممكن تبقى من 3 ل 4 ايام، من 2 ل 10 ايام. بالنسبه للكلينيكال بيكشر، الكلينيكال بيكشر هنقول اول حاجه هي بتتنقل عن طريق النيزوفارينكس، يبقى بتخش النيزوفارينكس. اول حاجه ستيج اوف انفيجن، بعدين تروح للدم من نيزوفارينكس، تخش انفيد وتروح للدم، يبقى ستيج اوف سيبتسيميا وهي موجوده في الدم. تتنقل من الدم للمينينجيز او للممبرين اوف برين اند سباينال كورد، تبقى ستيج اوف مينينجايتس. يبقى في ثلاثه ستيج، ستيج اوف انفيجن وهي لسه داخله، ستيج اوف سيبتسيميا تدخل للدم، تتنقل من الدم تروح للمينينجيز، ستيج اوف مينينجايتس. طيب هتقول في الكلينيكال بيكشر ايه؟ هتقول في الكلينيكال بيكشر ستيج اوف انفيجن، هتقول في كله كلمه فاهم اف اي اتش ام، فيفر انوركسيا هيديك ماليس، ستيج اوف سيبتسيميا فيفر انوركسيا هيديك ماليس، ستيج اوف مينينجايتس فيفر انوركسيا هيديك ماليس. بس ازود في كل حاجه حاجه او حاجتين. ستيج اوف انفيجن هي داخله عن طريق ايه؟ هي داخله عن طريق النيزوفارينكس، يبقى هزود في الستيج اوف انفيجن سورس روت وسنيزنج، يبقى هزود في الستيج اوف انفيجن سورس روت وسنيزنج. طيب هي دخلت راحت للدم، هتزود ايه؟ هتزود ايه في السبتسيميا؟ دخلت راحت للدم تبقى هتعمل رياش وهتعمل فلاش، هتعمل رياش وهتعمل فلاش، فلاشنج.
بالنسبه للمنجايتس هزود على اف اي اتش ام فيفر انوركسيا هيديك ماليز، هزود عليها ان هي راحت للمنجيز، هتعمل نيكروجيديتي، هتعمل فوميتنج، هتعمل كونفولجن، يبقى هتزود ان هي راحت للمنجيز هتعمل اثار زي النيكروجيديتي فوميتنج كونفولجن. طيب في اتنين ساين مهمين لازم تعرفهم، حاجه اسمها كرينج ساين وبرودزينسكي ساين. كرينجس ساين وبرودزينسكي ساين. بالنسبة للكرينجس ساين عبارة عن اني اتني رجله فليكس الهيب جوينت اند الني جوينت، وبعدين اعمل اكستنشن وهو نايم على ظهره، اعمل فليكشن وهو نايم على ظهره، اعمل فليكشن للهيب والني جوينت وبعدين اعمل لهم اكستنشن، هتبقى بينفول او مش هيقدر اصلا يعمل اكستنشن. طيب بالنسبه لبروزينسكي ساين عباره عن اني هو ان فليكشن اوف ذا نيك، اعمل فليكشن للنيك يحصل فليكشن تلقائي للني والهيب. يعني بروزينسكي ساين لو عملت فليكشن وهو نايم على ظهره، اعمل فليكشن للنيك فالهيب والني يحصل لهم فليكشن تلقائي. يبقى كرينج ساين وبروزينسكي ساين، كرينج ساين انام على ظهره اعمل فليكشن للهيب والني مش هيقدر يعمل اكستنشن او الاكستنشن هيبقى بينفول. بروزينسكي ساين انام على ظهره برده واعمل فليكشن للنك هو تلقائي هيعمل فليكشن للهيب والني. طيب بالنسبه للدياجنوزس، الدياجنوزس احنا قلنا ان في 3 ستيج، ستيج اوف انفيجن، ستيج اوف سبتسيميا وهو في الدم، ستيج اوف مينجايتس وهو في البرين. طيب بالنسبه يبقى هنعمل نيزوفارينجال سواب عشان لو في لسه في الستيج اوف انفيجن لسه موجود في النيزوفارينكس ناخد نيزوفارينجال سواب. طيب افرض راح للدم السبتسيميا، يبقى نعمل كلشر على بلاد اجار، ناخد عينه ونعمل كلشر على بلاد اجار. طيب افرض حصل منجايتس، ستيج اوف منجايتس، نعمل ايه؟ ناخد سي اس اف اكزامينيشن. طيب انت عارف ان السنه اللي فاتت ان السي اس اف بتاع المنجايتس بيبقى تربد والباص فيه كتير. طيب هتعمل سي اس اف اكزامينيشن هيبقى تربد والباص فيه كتير. تمام. بالنسبه للكومبليكيشن اوف مينينجايتس، الكومبليكيشن اوف مينينجايتس احنا قلنا اخر ستيج بعد الانفيجن بعد السبسيميا يروح للمينجيس يعمل مينينجايتس، اكيد هياثر على الكرينيال نيرف، هيعمل كرينيال نيرف بورس، اختار لك اثنين اي اثنين كرينيال نيرف وقول عنه، مثلا هيعمل ديفنس عن طريق الكرينيال نيرف رقم 8 او اوبتيك نيورايتس عن طريق اوبتيك نيرف. بالنسبه للبريفنشن والكنترول هتقول نفس الاسطمبه بالظبط، بس هزود اسم الفاكسين. الفاكسين اسمه مينينجوكوكال مينينجايتس فاكسين. احنا قلنا في بدايه الكلام ان نيسيريا مينينجيتيدس ده عباره عن 5 سيروتايبس A B C Y W 135، ده بنقسمهم على حسب الكبسول بتاع البكتيريا، البوليساكرايد كبسول اوف بكتيريا. لما احنا جينا نعمل فاكسين خدنا A C Y W 135، خدنا الكبسول رقم A C Y W 135 عملنا منه الفاكسين، ما خدناش رقم B. طب ايه اوسع، اكتر واحد اوسع انتشارا او اشهر واحد هو رقم تايب A. طيب ايه اكتر واحد او اكتر واحد متسع في الانتشار في مصر؟ طب نتكلم على الفاكسين. لما ناخد فاكسين من البوليساكرايد كبسول بتاع البكتيريا المصنفه A C Y W 135 دول 4، يبقى اسمه كوادري فيلنت بوليساكرايد كبسولار فاكسين، كوادري فيلنت. الانديكيشن في اي فاكسين هتقول انديكيتد تو هاي ريسك جروب، زي الناس الحجاج، زي الناس اللي في الجيش ميليتري كامبس وعسكرات. بالنسبه للدوز، الدوز بيتاخد معظم الدوز كده في الفاكسينات 5 من 10 ملي سبكوتينس، معظم الفاكسينات اللي في المناهج 5 من 10 ملي سبكوتينس. بالنسبه للافيكاسي الكفاءه، معظم الفاكسينات اللي في المناهج برضو الافيكاسي بتاعتهم فوق 90%. بالنسبه للادفانتج والديس ادفانتج، بالنسبه للادفانتج ان انت ينفع تديه لواحده حامل، ينفع يتاخد للبريجننت عادي لانه ملوش سايد افكت. طيب بالنسبه للديس ادفانتج، بالنسبه للديس ادفانتج ما ينفعش تديه لطفل اقل من 24 شهر لان مش هيبقى كفاءته، هتبقى قليله جدا، جهاز المناعه بتاعه لسه ما اكتملش الى حد ما، مش هيستجيب للفاكسين بشكل كويس. بالنسبه للكنترول هتقول نفس الكنترول اللي احنا قلناه في الصمبه بالظبط.
بالنسبة للتي بي أو تيبركلوزس الديفينيشن ده عبارة التي بي والليبروسي الاثنين خدت في الباثولوجي انهم كرونيك جرانيروماتس ديسيز. يبقى التي بي والليبروسي كرونيك جرانيروماتس ديسيز. الاوكيرانس هتقول نفس الاسطمبة ان ايجيبت في مصر ان جيوغرافي توزيع جغرافي سوشيو اكونوميك ليفل سيزونال فاريشن. هتقول نفس الكلام بس هتزود هنا شوية حاجات ان التي بي دي مرض السل بيجي اكثر في الدول النامية زي مصر developing countries socio economic level اكيد ناس حالتها الاجتماعية مش كويسة poor او low socio economic level. احنا خدنا ان التي بي كان ممكن يتنقل للفارمرز في الباثولوجي ممكن يتنقل للفارمرز عن طريق ingestion of infected milk او الناس العادية ممكن يتنقل بالسيليكا سيليكا اكسبوشر يعني ممكن نزود خانة للأكيوبيشن في الأوكيرانس. نقول مثلا ان هو ممكن يجي الفارمر ممكن يجي للهيلس ووركر ممكن يجي للإندستريال ووركر عن طريق السيليكا اكسبوشر. بالنسبة للبريباسوجينيك بريد بريباسوجينيك بريد هنتكلم عن الانفكشوس ايجنت. الانفكشوس ايجنت اسمه مايكوباكتيريام تيبركلوزس. مايكوباكتيريام تيبركلوزس خدنا ان المايكوباكتيريام تيبركلوزس ده اللي كان بيعمل الجرانيلوما ده عبارة عن اسيد فاست باسيلو يعني بيقاوم فيري ريزيستنت بيقاوم الاسيد. طيب الحل الوحيد ان انا اعمل بويلنج او باستورايزيشن اوف ميلك ابستر لبن او اغلي. طيب السورس اوف انفكشن يعني خدنا في الباثولوجي ان ممكن يتنقل فيه هيومن تايب وبوفاين تايب يعني ممكن يتنقل من الهيومن ممكن يتنقل عن طريق الكتل ما فيهوش كارير. خد بالك عشان الشفوي التي بي ما فيهوش كارير بورتال اوف اكزيت ممكن يتنقل. احنا قلنا انه ممكن يتنقل عن طريق الريسبيراتوري ديسشارج ده في الهيومن تايب. طب مود اوف ترانزميشن هو بيتنقل عن طريق الريسبيراتوري ديسشارج يبقى دروبلت انفكشن دروبلت انفكشن دايركت او اندايركت دايركت اند اندايركت دروبلت انفكشن. طيب احنا قلنا في هيومن تايب وفي بوفاين تايب. بوفاين يعني كاتل تايب. البوفاين تايب هيتنقل لك ازاي؟ هيتنقل لك عن طريق انجيشن اوف ميلك طيب نيجي نبص البورتال اوف انتري. احنا قلنا ان هو ممكن يتنقل بالريسبيراتوري ممكن يتنقل بالانجيشن اوف ميلك يبقى ممكن ريسبيراتوري انتري وممكن اليمنتري انتري او جي اي تي انتري اللي هو مجرى الطعام. بالنسبه للهوست فاكتور هتقول نفس الاسطمبه اي جي 6 سوشيو اكونوميك ليفل هابت نيوتريشن اميونيتي. بس خلي بالك ان انت كنت قلت في الاميونيتي ان البريفيس اتاك ارنت بروتكتيف كنت قلت لك ثلاث حاجات من ضمنها التي بي ومن ضمنها الايدز ومن ضمنها التي بي ومن ضمنها الانفلونزا ومن ضمنها الاكيوت ريسبيراتوري تراكت انفكشن ان البريفيس اتاك ارنت بروتكتيف ده عباره عن ديلايد او سيل ميديتد اميونيتي ده ممكن تيجي ام سي كيو. يعني بالنسبه للباثوجينيك بيريود الباثوجينيك بيريود التي بي بيخش افكت ايه اورجان ممكن يبقى في اكتيف ستيج لو الاميونيتي بتاع الشخص مش كويسه او قليله ممكن لو الاميونيتي بتاع الشخص كويسه يفضل في ليتنت ستيج يفضل مستخبي جوه الجسم لغايه ما يحصل حاجه ان الاميونيتي تقل وبعدين يرجع اكتيف تاني. بالنسبه للانكيوبيشن بيريود الانكيوبيشن بيريود من 4-6 اسابيع. بالنسبه للكلينيكال بيكشر احنا قلنا ان هو بيخش افكتين اورجان وعلى حسب الاميونيتي لو الاميونيتي مش كويسه يبتدي اكتف لو الاميونيتي كويسه يبتدي ليتنت لغايه يختفي لغايه ما الاميونيتي تبوظ او تقل يبتدي يعلى تاني. طب كلينيكال بيكشر هو لوس اوف ابيتايت مش هيبقى له نفس ياكل بالتالي وزنه هيقل لوس اوف ويت لوس اوف ابيتايت لوس اوف ويت وزنه هيقل بالتالي هيبقى ضعيف جنرال ويكنس يبقى لوس اوف ابيتايت لوس اوف ويت وزنه يقل جنرال ويكنس. في حاجات مهمه ان هو مرض بيسبر ريسبيراتوري تراكت يبقى هيحصل فيه كوف نايت فيفر ونايت سويتنج. يبقى الكلينيكال بيكتشر تاني هو الشهيه بتاعته هتقل لوس اوف ويت لوس اوف ابيتايت فبالتالي وزنه هيقل لوس اوف ويت وهيحصل جنرال ويكنس هيبقى ضعيف. هو مرض بيسبر ريسبيراتوري تراكت هيبقى فيه كوف وهيبقى فيه نايت سويتنج ونايت فيفر. طيب الدياجنوز احنا قلنا ان ده مرض بيسيب الريسبيراتوري تراكت بيخش عن طريق الريسبيراتوري تراكت يبقى ممكن اعمل اكس راي شيست على الشيست هشوف باتشز كونسوليديتد باتشز اللي كانت في الباثولوجي السنه اللي فاتت. ممكن اعمل بكتيريولوجيكال اكزامينيشن. طب هو في الريسبيراتوري تراكت اخد الاكزامينيشن منين؟ اخده من السبيوتا
اخده من السبيوتم اعمل اسبغه بستين اسمها زيلنيلسون ستين على ميديا اسمها لونشتاين جينسون ميديا. طيب اخد اخد العينه من السبيوتم لانه موجود فين؟ موجود في الريسبيرتراكت. طيب اهم حاجه اهم تيست اللي هيعوزه منك في الشفوي اسمه تيبركلين تيست. ده بحضره بجيب ماده مصنعه شبه التي بي الى حد ما انتيجينيك زي التي بي بس مش تي بي بيوروفايد بروتين ديريفاتيف بي بي دي بحقنها انترا ديرمال في الفليكسور سيرفيس اوف ذا فور ارم تحقنها انترا ديرمال تحقن 1/10 ملي وبعدين تستنى من 3-4 ايام عشان تقرا النتائج تشوف الانديوريشن تشوف هتكبر او هتعلى قد ايه تشوف 10 ملي او اكتر 10 ملي او اكتر يعني الراجل ده عنده تي بي الراجل ده عنده تي بي بس ما تقدرش تقول هو في حاله اكتف او في حاله ليتنت ممكن تشوفه اكتف او ليتنت ازاي ممكن تشوفها باي تيست تاني ممكن تشوفها باكس راي. طيب نيجاتيف لو الانديوريشن اقل من 10 او من 5-9 ملي يعني لو الانديوريشن 10 بالظبط يبقى الحاله دي بوزيتيف. طيب في حاجه هنا بقول لك لو الشخص اللي انت عملت له التيست اقل من 5 سنين وطلع الانديوريشن 10 ملي او اكتر من 10 ملي يبقى الحاله اكتف. تمام. البريفنشن والكنترول هنحط نفس الاستامبه بتاع البريفنشن والكنترول بس هتاخد بالك ان هو ممكن يتنقل عن طريق اللبن هتقول هتزود بولينج اند ستيريزيشن اوف ميلك هتزود اسم الفاكسين بي سي جي بالسائل الشفوي بي سي جي ده عباره عن ايه او قول لي يعني ايه بي سي جي ده اسم تقريبا ثلاث علماء باسيلاي ده اسم البكتيريا كلمه جيوري او اسم عالمين بس اللايك كلمه جيورين في ناس بتسالها شافوها ثلاث اسماء دول نيتشر ده عباره عن لايف اتنيويتد فاكسين 1/10 ملي طبعا بناخده في مصر كلنا في دراعنا الشمال فوق انتراديرمال 1/10 ملي في اول شهر من كونترا انديكيتد للاشخاص اللي عندهم اللي انت لو جيت تعمل لهم الرجيك سكين تيست او تيبركلين تيست تلاقي بوزيتيف يبقى لازم قبل البي سي جي قبل ما تدي لحد الفاكسين تعمل له تيبركلين تيست ان طلع بوزيتيف ما تديلوش الفاكسين. طيب ده عباره عن ايه؟ عباره عن لايف اتنيويتد فاكسين الدوز 1/10 ملي الروت بيتاخد انتراديرمال في دراعك الشمال فوق ممكن يتاخد اورال بتاخد الوقت بتاعه بيتاخد في اول شهر الافكاسي 70%. طيب بالنسبه للكنترول هتقول نفس الكلام اللي قلناه في الكنترول هتقول كيس كنترول وهتقول كونتاكت كنترول وهتقول كوميونتي كنترول بس هتزود هنا هتقول الدياجنوزس وهتزود التريتمنت يعني مثلا هتقول انت مثلا بتقول كيس كنترول مثلا بتقول ايه ايدنتيفيكيشن وبعدين بتقول نوتيفيكيشن وبعدين ايزوليشن. طب ايدنتيفيكيشن كيس ايدنتيفيكيشن هتعرف على الحاله ازاي في الاسطمبه اللي احنا قلناها هتعرف على الحاله عن طريق ان انت تعمل مثلا شيست اكس راي او عن طريق ان انت تاخد عينه من السبيوتم لانه موجود في ريسبيراتوري ديسشارج او ممكن تاخد او ممكن تعمل تيبركلين سكين تيست ده الدايجنوز او ايدنتيفيكيشن. طيب انت بتعمل ايدنتيفيكيشن وبعدين نوتيفيكيشن وبعدين ايزوليشن وبعدين تريتمنت. طب تريتمنت بدراج احفظ اسم دراج معين زي ايزونيازيد او ريفامبيسين وبعدين ديس انفكشن وبعدين ريليز هتقول نفس الاسطمبه. في حاجه بتسال في الشفوي حاجه اسمها دايركت اوبزرفيشن ثيرابي خدتها في الفارما السنه اللي فاتت. دايركت اوبزرفيشن ثيرابي دي عباره عن الناس بتجيب دكاتره معينه تلاحظ مرضى عشان يواظبوا على العلاج. دي عباره عن سوبرفيجن اند موتيفيشن بتجيب مجموعه من الاطباء يشرفوا على عدد معين من الناس اللي عندهم سل يشرفوا عليهم يحفزوهم. دي عباره عن شورت كورس دواء لمده قصيره جدا شورت كورس كيموثيرابي يعني مثلا ريفامبيسين او ايزونازايد بيعملوا مونيتورنج موتيفيشن سوبرفيجن للناس اللي عندها تي بي. طيب كده خلصنا التي بي. الليبروسي شبه التي بي ان هو كرونيك جرانيولوماتس ديزيز شبه كرونيك جرانيولوماتس ديزيز كل الدول تقريبا مش موجود في اي دوله الا الهند في مكان معين في الهند 70% اوف اول كيسز موجوده في الهند. احنا بيجمعوا الناس اللي عندهم ليبروسي يحطوهم في مكان معين لان المرض ده بتنقل دايركت
هيومن تو هيومن كونتاكت، هيومن تو هيومن كونتاكت بتنقل. فعشان كده ما ينفعش يسابوا كده في الشارع عادي، لازم يتحجروا في مكان معين، ما ينفعش تقابلهم كده وتتكلم معاهم عادي. طيب الانفكشوس ايجنت اسمه مايكوباكتيريوم ليبرا، السورس اوف انفكشن هيومن، مود اوف ترانزميشن، احنا قلنا ان احنا بنلم الناس اللي عندهم ليبروسي او جذام في مكان معين لانه بتنقل على طريق هيومن تو هيومن كونتاكت. الباثوجينيك بيريود، الانكيوبيشن بيريود، انكيوبيشن بيريود من 5 سنين ل 20 سنة، دي احفظها عشان مميزة شوية، من 5 سنين ل 20 سنة. طيب بعمل ايه؟ خدت في الباثولوجي السنة اللي فاتت انه بأثر على السكن، بأثر على البريفرال نيرفس، بعمل سكن ليجن وبعمل بريفرال نيرفس ليجن. يبقى لما تيجي تشوف الكلينيكال بيكشر هتقول سكن ليجن وبريفرال نيرف ليجن. طيب بالنسبة للدياجنوزس، الدياجنوزس عن طريق ان انت تبص تشوف السكن ليجن او البريفرال نيرفس، تشوف البريفرال نيرفس ليجن عن طريق تعمل بالبيبل تحس اللارجت سوبرفيشال نيرفس. يبقى انت قلت في سكن ليجن وبريفرال نيرف ليجن تشوفهم، يبقى هي دي الدياجنوز. طب ممكن تعمل حاجه، الليبروسي ده المايكوباكتيريوم ليبرا زي المايكوباكتيريوم تيبركلوزس، هما الاثنين اسيد فاست بس لارج. ممكن تعمل انسيجن في السكن تطلع، احنا قلنا ان هو موجود في السكن وبريفرال نيرفز، ممكن تعمل انسيجن في السكن تطلع الاسيد فاست بس لارج تشوفها على الاجار تعرف ان دي مايكوباكتيريوم ليبرا، يبقى دي الدياجنوزس الثالث. البريفنشن والكنترول بتاع الليبروسي هتقول نفس الكلام، نفس الكلام اللي قلناه، بس هتعرف اسم العلاج، هتعرف دابسون، وهتقول نفس الفاكسين اللي قلناه في التي بي، هو الفاكسين بتاع الليبروسي، بي سي جي فاكسين، بي سي جي فاكسين، هزود دابسون وبي سي جي فاكسين. نبتدي ناخد البلهارزيزس، بلهارزيزس هناخد الاوكرانس اوف بلهارزيزس، الاوكرانس اوف بلهارزيزس ان ايجيبت وورلد وايد، وبعدين سيزونال فاريشن، وبعدين سوشيو ايكونوميك. هتقول ان ايجيبت موجوده في مصر، ان وورلد وايد، وورلد وايد ده جيوغرافي، سيزونال فاريشن موجوده اكتر في فصل الصيف عشان الاولاد الصغيرين، الولاد الصغيرين بينزلوا اماكن فيها اماكن مش نظيفه في الصيف. سوشيو ايكونوميك ليفل، بيبل وذ لو سوشيو ايكونوميك ليفل نفس الكلام، ممكن تقول مور ان رورال اريا في الارياف. التعريف ده ذا سكند بارازيتك ديزيز افتر ملاريا. احنا كنا قلنا في الاول خالص في بدايه الكلام اكتر مرض بيسيب الاطفال، اكتر مرض بيسبب امراض ووفيات في الاطفال هو اكيوتس بارد ستريس سندروم، وتاني اكتر مرض في الاطفال هو الجاسترو انترايتس. طب بالنسبه لبارازيتك ديزيز بقى، فيرست بارازيتك ديزيز هو الملاريا، سكند بارازيتك ديزيز هو البلهارزيز. بريباسوجينيك بيريود، احنا عارفين في البره ان الايجنت كان اسمه شيستوزوما او بلاد تريماتود. الشيستوزوما وبيعمل المرض اسمه شيستوزوميزيس، الايجنت اسمه شيستوزوما هيماتوبيا او شيستوزوما مانسوناي او شيستوزوما جابونيكا على حسب كل مكان. يعني مثلا الشيستوزوما هيماتوبيا بتصيب اكتر اليورينال بلودر، الشيستوزوما مانسوناي اكتر الجي اي تي او اللارج انتستين والكبد، الشيستوزوما جابونيكا ده حاجه كده نعرف اكتر في الكبد برضو بس مش موجوده في مصر، اكتر في اليابان وفي دول اسيا. الانفكتيف ستيج، السركاريا، الريزرفوار المان. ناخد اللايف سايكل، اللايف سايكل الايج، الفيميل ديبوزيت الايج، الايج بتنزل مع الستول او الفيز او بتنزل مع اليورين، الايج اوف شيستوزوما هيماتوبيان بتنزل مع اليورين، الايج اوف شيستوزوما مانسوناي بتنزل مع الستول، الايج بتنزل بتهاتش ويطلع منها، بعد ما تهاتش يطلع منها الميراسيديا، الميراسيديا يسبح سويم اند بنتريت السنيل، السنيل انترميديت هوست. يبقى الهيومن اللي طالع منه الستول اللي فيها الايج هو ده الناتشورال هوست، السنيل اللي دخل في الميراسيديا اللي طلع من بعد ما الايج هاتش دخل في السنيل ده السنيل يبقى اسمه انترميديت هوست. اسم السنيل على حسب، لو الشيستوزوما هيماتوبيم يبقى اسمه بولينوس ترانكيتس، لو شيستوزوما مانسوناي يبقى اسمه بايونفيلاريا الكساندرينا.
يبقى الاثنين اسمه بولينوس ترانكيتاس لو شيستيزوما من هيماتوبيا، بانفلاريا الكساندرينا لو شيستيزوما من سونار. طيب يخش الاثنين، يطلع من الاثنين المراسيديا، بعد ما يطلع من الاثنين يبقى اسمه انفكتد او انفكتيف سيركاري، ده التور المعدي انفكتيف سيركاري سوام اند بنتريت السكن، تبتدي تخش السكن بتاع الهوست اللي هو الهيومن، وبعدين تبقى شيستيزوما يول، شيستيزوما صغيره، تبتدي تهاجر في الفين، مهمه جدا تهاجر في الفين. على حسب لو كانت الشيستوزوما من صناعه تروح للفين بتاع اللارج انتست والليفر، لو كانت الشيستوزوما هيماتوبيم تروح للفين بتاع البلادر. طب احنا دلوقتي عرفنا ان المود اوف ترانزميشن ايه، ان انت تنزل كونتاكت مع الوتر. طب الانفكتيف ستيج اللي هو السيركاد. طب بالنسبه للهوست هترص الراسه ايج 6 سوشيال ليفل هابت نيوتريشن اميونيتي، هتقول الايج مثلا ولاد صغيرين، ال6 هم المفروض الاثنين زي بعض بس هو كاتب اكتر في المية. ممكن تقول اوكيوبيشن مثلا امونج الفارما اكتر في المزارعين. باثوجينيك بيريود، باثوجينيك بيريود انكيوبيشن بيريود من 4 لـ6 أسابيع من دخول السركاريا لغايه ما اللفه تكمل وتبتدي الايج يظهر في اليورين او في الاستول. طب احنا قلنا ان هو بيخش الانفكتيف ستيج او التور المعدي اللي هي السركاريا بتخش من الجلد، دي اسمها انفيزيف ستيج، تبتدي تروح في الفي، تروح على حسب شيستوما هيماتوبيم تروح لليورينري بلادر، وشيستوما من سوراي تروح للكبد واللارج انتستين، يبقى دي اسمها ماتوريشن ستيج او ستيج اوف ماتوريشن. طب ليت افكت، ليت افكت لو سبت الموضوع كتير يبتدي يحصل هيباتوس بلينك ديسيز وبالمونري هايبرتنشن، يبدا الاج تترسب في الوول اوف بالمونري اوف بالمونري ارتري، يبتدي يحصل بالمونري هايبرتنشن. حاجه اسمها كور بالمونير، كور بالمونير ده عباره عن ليفت سايد هارت فيلير ديو تو بالمونري هايبرتنشن، يعني القلب مش قادر يضخ الدم عشان في بالمونري هايبرتنشن، في ضغط عند البالمونري هناك فالقلب مش قادر يضخ الدم. طيب الدياجنوز، احنا لو شيستوزوما هيماتوبيم هتلاقي الايج فيلير، لو شيستوزوما من صناعي يبقى هتلاقي الايج في الاستول. طب بالنسبه للكومبليكيشن، احنا قلنا ان الايج بتاع شيستوزوما هيماتوبيم بتروح بتسافر، الشيستوميول بيسافر عن طريق الفين يروح بتاع الهيماتوبيم يروح البلادر، يبقى بيعمل كانسر في البلادر. طب بتاع المنصناي بيروح لللارج انتست وبيروح للكبد، يبقى بيعمل ليفر سيروزس والليفر فيلر. يبقى شيستوزوما هيماتوبيا كانسر بلادر، شيستوزوما من صناي بيروح للكبد واللارج انتستين يعمل ليفر سيروزس وليفر فيلر. بالنسبه للبريفنشن، البريفنشن هتقول نفس الكلام اللي بنقوله في اي درس، بس هتزود هنا ان احنا مثلا افويد كونتاكت ويز كونتامينيتد ووتر، سانيتيشن اوف ووتر، تمام، هتزود حاجات بتاع البرهارز. بالنسبه للكنترول هتقول نفس الكلام اللي بنقوله، بس هتزود هنا اسم الدواء، هتزود اسم الدواء، هتزود كنترول في سنيل كان موجوده في البارة برده السنه اللي فاتت. يبقى تقول في الكنترول نفس الكلام اللي بتقوله، هو اسطمبه واحده هو مش هياخد باله، بس هو عايز كنترول اوف كيز، هتزود اسم الدواء برازيكوانتيل. الجرعه مهمه، الجرعه مهمه، بتيجي ام سي كيو 40 مللي جرام لكل كيلو جرام بودي ويت، يبقى برازيكوانتيل 40 مللي جرام لكل كيلو جرام بودي ويت. كنترولو في سنين، كنترول فيزيائي احيائي كيميائي، فيزيكال كنترول بيولوجيكال كنترول كيميكال كنترول. فيزيكال كنترول عن طريق اجريكالتشر ميثود، طرق زراعيه، طرق زراعيه معينه، عن طريق ان انا احط اعشاب، حاجه تمنع الشوائب اللي في الميه، فيزيكال كنترول. طب بيولوجيكال كنترول، كنترول حاجه بيولوجيه، عن طريق ان انا مثلا احط بط بتاكل السنيل مثلا زي الدوكس. كيميكال كنترول عن طريق ان انا احط ماده كيميائيه تقتل السنيل، زي حاجه اسمها موليوسيسايدز، موليوسيسايدز ده دواء كيميائي بيقتل السنيل. هي مش مهمة اقول بالهرزيلز بس اقراه وخلاص. نوزوكوميال انفكشن، النوزوكوميال انفكشن ده عبارة عن هوسبيتال اكوايرد انفكشن، بيبتدي السيمتومز اوف نوزوكوميال انفكشن او هوسبيتال اكوايرد انفكشن تظهر على المريض، واحد راح المستشفى تبتدي تظهر عليه، يظهر له مرض اكتسبه من المستشفى او اتعدى من المستشفى، خد العدوى بتاعته من المستشفى بعد ما يقعد 48 ساعة في المستشفى. يعني واحد راح المستشفى قعد 48 ساعه ظهر له سيمتومز اوف نوزوكوميال انفكشن.
طيب يبقى ده بالتالي incubation period shorter than period of hospitalization. ال incubation period على ما السيمتوم ظهرت اقل من الفتره بتاعه ال hospitalization، لان انا بقول لك هو راح المستشفيات 48 ساعه ظهر عليه symptoms of hospital acquired infection او نوسوكوميال infection. طيب pre-pathogenic period هتقول اي حاجه هتطلع صح، لان انت مش عارف بالظبط البكتيريا او الفيروس او الفنجاي اللي صابته. يعني مثلا infectious agent قول بكتيريا فيروس فنجاي، قول اي بكتيريا، قول ايكولاي، قول اي فيروس، قول هيباتيتس فيروس، قول اي فنجاي، قول كانديدا. السورس اوف انفكشن، السورس اوف انفكشن انت دلوقتي واحد دخل المستشفى تعدى، ممكن يبقى من البيشنت اللي في المستشفى، ممكن يبقى من الستاف نفسه. عشان كده احنا لازم نكشف على الستاف قبل ما يتعين، الستاف التمريض، الستاف الدكاتره قبل ما يتعين، وبريودك اكزامينشن اثناء التعيين كل شهر نكشف عليه وهو موجود. طيب ممكن يبقى من الفيزيتور، ممكن حد بيدخل المستشفى ويخرج. طب المود اوف ترانزميشن، انا بقول لك بتنقل باي حاجه، ممكن تنقل بكتيريا فيروس فنجاي، هو ده احسن درس تقلف فيه. ممكن قول اي حاجه، اي مود اوف ترانزميشن يجي في دماغك، ممكن يبقى دايركت، ممكن يبقى دايركت كونتاكت، دايركت دروبلت ترانزميشن، اندايركت كونتاكت، اندايركت دروبلت ترانزميشن، ممكن اندايركت ترانزميشن عن طريق فايكل ترانزميشن، عن طريق دبان معين، حاجه معينه بتنقل فيكتور معين. يعني يبقى ممكن تقول اي مود اوف ترانزميشن يجي في دماغك يطلع صح. دايركت ترانزميشن، بس الدايركت اخطر حاجه، اكتر حاجه، ذا موست فريكوينت مود اوف ترانزميشن. دايركت كونتاكت، دايركت دروبلت ترانزميشن، اندايركت كونتاكت، اندايركت دروبلت ترانزميشن. ممكن تقول كومن فايكل زي فيكتور معين مثلا. الهوست فاكتور هتقول اي حاجه، هتقول ايج، سكس، سوشيال ليفل او سوشيو ايكونوميك ليفل، ايج، سكس، سوشيو ايكونوميك ليفل، هابت نيوتريشن، اميونيتي. وهتقول اي حاجه هتطلع صح. بالنسبه للدياجنوست، انت مش عارف الانفكشن ده ايه ولا جه في ايه، فانت تعمل دياجنوست على كل التراكت. هو نوزوكوميال انفكشن انت مش عارف، انت مش عارف الانفكشن ده ايه. ممكن تعمل على اليورينري تراكت دياجنوست، ممكن تعمل لو وند شاف وند، ممكن تعمل على سكن، ممكن ريسبيراتوري، لو ريسبيراتوري انفكشن، ممكن لو جي اي تي انفكشن، ممكن لو في الدم لسه. فده هتقول اي دياجنوست يجي في دماغك، تقول مثلا سكن ريسبيراتوري تراكت انفكشن، فانت تاخد ريسبيراتوري تراكت انفكشن تقول مثلا في فيفر وكف مثلا، ممكن يبقى برتاس، ممكن جي اي تي انفكشن يبقى في دياريه وكذا، سكن انفكشن في مش عارف ايه ديسشارج. قول اي دياجنوست يجي في دماغك. بالنسبه للريسك فاكتور، الريسك فاكتور انا قلت لك اي حاجه تقلل الاميونيتي، اي حاجه تقلل الاميونيتي ريسك فاكتور بتاع معظم الحاجات، اي حاجه تقلل الاميونيتي او بتاع كل الحاجات، زي النيوتريشن قليل، فيتامين ايه قليل، اكستريميتيز اوف ايج زي الاولد ايج والانفنت والتشايلد او في حالات السموكينج، هتزود هنا في النوزوكوميال انفكشن حاجات، اميونو سابراتيف دراجز زي الكورتيزون، حد بياخد كورتيزون وراح المستشفى المناعه بتاعته هتبقى قليله، فاي حاجه هتصيبه هتاثر فيه، او انتي مايكروبيال دراجز، انتي مايكروبيال دراجز يبقى زود هنا اميونو سابريتيف دراجز زي الكورتيزون او انتي مايكروبيال دراجز. ممكن تقول انفيزيف ديفايس، حاجه بتدخلها زي التراكيستوموتيوب، حاجه بتدخلها مثلا او الكاسيتر الاسترا سيرجيكال درين تراكيستوموتيوب، اي انفيزيف درايف ديفايس. بالنسبه للبريفنشن والكنترول، الاسطمبه هنا مش هتنفع، الاسطمبه اللي احنا عارفينها اللي هي بتاع البرايمري بريفنشن والسكندري بريفنشن والترشيري بريفنشن. فهنقول هنا بالنسبه لثلاث حاجات او بالنسبه لكام حاجه، لا تعالى نعدهم، بالنسبه للمستشفى، بالنسبه للمريض، بالنسبه للدكاتره بريفنشن، بالنسبه للدكاتره، وبالنسبه للجنه معينه هتتعمل، لجنه معينه هتتعمل للانفكشن للهوسبيتال اكوايرد انفكشن. تمام. بالنسبه للمستشفى، بالنسبه للمستشفى، المستشفى هتعمل حاجه اسمها انفكشن كنترول بروجرام، هتعمل بروبر ديزاين تصميم معين، بروبر فنتليشن للمستشفى، بروبر سبيسنج يعني الفرق ما بين المريض والمريض ما يقلش عن 6 ل 9 قدم، 6 ل 9 فيت على الاقل. يبقى هنعمل بريفنشن على مستوى المستشفى، على مستوى المستشفى، على مستوى المريض، على مستوى الدكتور، هيبقى في لجنه معينه. على مستوى المستشفى قلنا هيبقى في انفكشن كنترول بروجرام، هيبقى في بروبر ديزاين، بروبر فنتليشن، بروبر سبيسنج، الفرق ما بين مريض ومريض على الاقل من 6 ل 9 قدم. تمام. هنعمل كنترول المستشفى برضو، هنعمل كنترول انسكت كنترول. بالنسبه للمريض،
بالنسبه للمريض هنعمل هيلث اديوكيشن، هنعمل هيلث بروموشن، هنعمل انفايرمنتال سانيتيشن، هي نهتم بصحه المريض، بروبر هايجين اوف بيشنت. طيب بالنسبه للدكاتره، بالنسبه للستاف، الدكاتره او الستاف، ستاف التمريض او ستاف الدكاتره قبل ما يجي يتعين حاجه اسمها بري امبلويمنت اكزامينشن، واثناء التعيين حاجه اسمها بريودك اكزامينشن، كل فين وفين على اعمل على ما اعمل بريودك اكزامينشن كل فتره للستاف كله، لانه ممكن يكون كارير للتيفويد مثلا. بالنسبه انا قلت مستشفى، قلت مريض، وقلت الدكتور، بريفنشن على مستوى المستشفى، على مستوى المريض، على مستوى الدكتور. لسه اللجنه، اللجنه اللي هعملها لجنه خاصه بالهوسبيتال اكوايرد انفكشن. اللجنه الخاصه هتبقى بتتكون من رئيس قسم، رئيس قسم اللي هو هيد اوف ديبارتمنت، رئيس المستشفى، ادمنستريتور اوف هوسبيتال. هتبقى مكونه من النيرس ممرضه، فارماكيست وابيديميولوجيست، فارماكيست وابيديميولوجيست. يبقى احنا قلنا يا جماعه البريفنشن على مستوى اللجنه، اللجنه بتتكون من رئيس قسم، قسم هيد اوف ديبارتمنت او هوسبيتال، ورئيس مستشفى، هوسبيتال ادمنستريتور، وممرضه، نيرس، وفارماكيست وابيديميولوجيست، وستاتست كان اللي هو الاحصائي. المهم هي بتتكون من رئيس قسم، ورئيس مستشفى، وممرضه، وممرضه، وصيدلي، وصيدلي، وواحد ابيديميولوجيست. تمام. وظائف اللجنه انها تلاحظ التلات عناصر اللي قلناهم قبل كده، اللي هم المستشفى، سوبرفيجن، سوبرفيجن مثلا الانفكشن كنترول بروجرام للمريض، وسوبرفيجن على الدكاتره. يبقى احنا قلنا البريفنشن والكنترول بتاع نوزوكوميل انفكشن او الهوسبيتال، هوسبيتال اكوايرد انفكشن، ده مختلف عن الاسطمبة. هنقول على مستوى المستشفى، على مستوى، على مستوى المريض، على مستوى الدكتور، على مستوى اللجنة. المستشفى هنقول حاجة اسمها انفكشن كنترول بروجرام، هنقول بروبر ديزاين، بروبر فنتيليشن، سبيسنج من 6-9 قدم ما بين المريض والمريض. على مستوى المريض مثلا، على مستوى المريض هنقول هيلث اديوكيشن، هيلث بروموشن، هايجين. على مستوى الدكاتره او على مستوى الستاف، على مستوى الستاف التمريض او على مستوى الستاف الدكاتره، هنعمل هنكشف عليهم قبل ما يتعينوا بري امبلويمنت اكزامينشن وبريودك اكزامينشن. هنعمل لجنه مكونه من رئيس قسم، مكونه من رئيس مستشفى، وفيها ممرضه، فارماكيست، ابيديميولوجيست، وفيها واحد احصائي. طيب اللجنه دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها سوبرفيجن التلات عناصر الباقيين اللي هما المستشفى، المريض، الدكاتره. شكرا.